السلام عليكم، سميت عائشة بقالي، رئيسة جمعية عالمية في بلجيكا. أنا سعيدة بالمشاركة ديالي في هذا الفيستيفال اللي كينظموه شباب، وأنا فرحانة أنني شفت هاد الشباب يعني بدل واحد المجهود كبير من أجل يعني التنظيم، ومن أجل يعني معالجة بعض المشاكل اللي كنطيحوا فيها احنا كجالية مغربية في الخارج. ومن بين المشاكل هي يعني المغرب محتاج لنا من ناحيه الاستثمار، ولكن ملي كنجيو نستثمروا كنجبروا دائما كاين عراقيل، وهاد العراقيل يعني الفيستيفال يقدر يسلط عليها الضوء، ولكن الاصلاحات خاصها تجي من الحكومه في الميدان ديال القضاء، وفي الميدان ديال الاداره، وفي يعني محاربه الرشوه بصفه عامه، وتسهيل يعني لهاد تسهيل المساطر، واعطاء ضمانات للمستثمر باش يجي يستثمر في البلاد ديالو. فكل واحد غادي يخرج من عندنا وهو يعني محبط بالنتائج غادي يولي يوصلها للاخرين، وكتكون عندها واحد المنتوج يعني اسود على سلبي على بلادنا. فوالا، دونك بالنسبه لي انا في المهجر كاين عندنا واحد المجتمع يعني كيفاش نقولوا حنايا، عندنا لا سوسيتي سيفيل، عندنا يعني نشطه بزاف، ولكن حتى في هذا الدومين هذا خص الدوله تدخل. شنو هي باش تاثر هاد لا سوسيتي سيفيل ديالنا، باش توري لها شنو يعني كيفاش تهضر، كيفاش تدافع على القضيه، كيفاش توصل المعلومات للناس اللي تماك، لان الناس عندها حب الوطن، ولكن بعد الخطره راه تيجي يعني حامي على الوطن ولا شي حاجه كيخسرها، لان ما عندوش ما مكونش ما مأطرش. فوالا، بالنسبه تكلمي على هذا المجتمع المدني وهذه الجمعيات، شنو الانشطه، نوع الانشطه اللي تقوموا بها في بلجيكا؟ في بلجيكا يعني الجمعيات اللي تيتواجدوا في بلجيكا عندهم بزاف في المجال، تينشطوا بزاف في المجال الثقافي، في المجال يعني الاجتماعي، في المجال السياسي، في المجال الدفاع على القضية الوطنية. يعني أي حاجة كتهم بلادنا ولا كتهم حتى الناس اللي تيسكنوا سيغ بلاس، المغاربة اللي بلجيكا مثلا تيخرج شي قانون ضدنا، وسي هاد الجمعيات تيحاميو على يعني حقوق المغاربة في الخارج. المغاربة المقيمين في بلجيكا عندهم مسؤوليات داخل بلجيكا؟ بيان لا، دابا المغاربه المقيمين في بلجيكا راه عندنا الوزاره، وعندنا يعني رؤساء البلديات، وعندنا يعني العملاء، لا يعني مسيرين يعني البلديات، وعندنا يعني بزاف ديال انا كنشكر الناس ديال الفيستيفال هنايا اللي نظموه، وانا سعيده جدا لانني جبرت على ان الشباب اللي كينظم، وكان التنظيم انا يعني بدون مجامله، كان التنظيم يعني كانت فيه طريقه منطقيه، يمكن يوقعوا شي حاجات اللي عرقلوا، ولكن في التنظيم انا شفت على انها كانت طريقه منطقيه، وعجبوني، وتنقول لهم بون كونتينياسيون وشكرا.